بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. ودرسيني ودن بي وصوصكي قواعدي قرآن قال أولاد أقمي الأساس الثامن أساس كالسديدات التبليغ كارسيوان، بمعنى إن دتك لكارسية قرآنك ومضاها كلا مسلم كالبرو ومضاها كلا لكارسية قرآنك لو أذيه. وهو الأساس الأخير الذي تكتمل به دوائر التعامل مع القرآن الكريم، وأساس كي قدن بي وأي كل ما يستر ما يصه دوائر تا أما وريقيالك لنقن كقرآن كريم. وبه تتحقق الربانية للمسلم كارسين تا إن دتك قرآن كالكارسيو سببتي سا يا وحا كو حقيقو بيسا روح مسلم كا إنو الرباني رباني لماذا معناها وحا لقوة دا بساقا شرح دونا ومرتبو إيا درجة سرع وقرآن كتل ماميوي. فلن يبلغ المسلم مسلم كما قالك أن يكون ربانيا إنه الرباني النقضه من رب الله آنيه إلا إذا تعلم ما يجهل إلاء برطو وحسن أقون وعمل بما تعلم وحو برطين أو كرقمه وعلم ما تعلم وحو برتينا وسي برودتك سي قرسي رباني قساسي لها وعالم عامل معلم دينتو يقانا وكل رقما دتكنا وسي برا ساسي كشاك. قال الله تعالى الأوحي ولكن كونوا وحد سنقطان قد أهاتن ربانيين ربانيين نغضا بما كنتم تعلمون الكتاب بريد آت كتابك برئيسان صوبتر وبما كنتم تدرسون إي دراسين تآت كتابك دراسين دراسين إيسان صوبتر أخرين تآت كتابك أخرين إيسان إي بريد آت سي برئيسان لوضع صوبتر لوحات كن نقطان ربانيين كن نغضا يعني رباني نمدو مركبة درجة سهل رباني نوحى لإلادة والروحاس لتلمامي يكولان صدي علمك يكول لقن كيسا يؤذي قديس. طيب وجوب الدعوة على كل مسلم دعوة يددك إن لو يرو قرآن كريم كابر شديس يكول لقن كيسا يشريعة دور نمبا إن لو يرو هل انت واجب نمدي إذا أي واجب كتان روح كستو مسلم. وإذا كانت الصلاة فرضت بعد العام العاشر من البعثة والزكاة والصيام والحج والجهاد بعد ذلك فإن الدعوة مفروضة منذ اليوم الأول بمقتضى قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب هذه الصلاة تهي إذا كانت الصلاة صلاة هديتها فرضت من لواجبه بعد العام العاشر من البعثة سنة كي تبنات قداشيس أقول لك سو بالله ويا من البعثة سو صار دي النبي صلى الله عليه وسلم مركي النبي الرسول لك أنه يقول الله سو صار لك سو بالله طبان سنة مركي كسوريكت قداشي هذا أي صلاة اللواجبه والزكاة والصيام والحج سكذا صونك حجك جهادك أيقنا اللواجبي بعد ذلك مركا كدب وصلاة كدب أيقنا اللواجبي هدي كوا سحي اللي قال اللواجبي وصلاة نطوان سنة كدب كوا كلنا كبد دنبيين فإن دعوة دعوة أوضتك الدين تلاوية را مفروضة ومن لواجبي منذ اليوم الأول ما أنتي أقوه رأي النبي الله صادر صلى الله عليه وسلم بيواجب نقطة بمقتضى قوله تعالى سيدا أوكين يو آيادني أي كين يسو يا أيها المدثر
يا أيها المدثر كان استضوب يو قم استاق فأنذر دتك أدق آيات داسة لغوة جبي النبي صلى الله عليه وسلم إنو استاقو فرق ككعو دتك دينتا قرسيو إيمانكا قرسيو توحيدك استاقو مركو آياتي وقوه ري قرآن كسود دقوة اقرأ باسم ربك الذي خلق كدب وحسودك يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها المدثر مركب وحويان ومسؤولية حلك آيات الوصاري مركب ما أنت وقو الرسي ودعوذك بالله طيبا سلح اللي يدا هربا النبي وحى الأمر دات إنو دين تكارسي صلاة إيه واجبات كان يدب كيماته لكن دعوذ يدو بالله بيحيد. والعلماء لم يختلفوا في فرضية الدعوة ووجوبها علماء اسكمين خلافا دعوة إن واجب فرضتها يواجب اسكمين خلافا ولكن اختلفوا هل هي فرض عين أو أم فرض كفاية وحيث اسكو خلافا إن فرض واجبتها إسلق قرنة تاو إسلمين الديدي لكن وحي اسكو قر وحي اسكو خلافا مرروح كستي واجب كتها مسك كوح أن أمدا كم إذا أو كفلان إن إسوا تاجن بعلى الرواية أمدا وجود بواجب كتاه قيب هذا إسوا تاجن أنت كلا لجام الرومية كفاية دوساسوا واجبات كلا ونوع واجب روح كست لجرب فرض عين بعلىها واجب أمدا أوران كواجب لكن قيب هذا ويستاجتو أنت كلا كرعية كان فرض كفاية ليلا وسيد الروح مسلم هذور لنتوك له إن صلاة اللي قلت كذا جنازة وواجب يي واجب كتاه أمضى وحي ميشا جوغونو بواجب كتاه هذه كوح كم إذا أيها أي كتو كذا كوح أمضى كم إذا هذه كتو كذا انتي كالواجب كوها كدعايا هذه لغا وضتغانا كل يوضو وضد بابي واجب كنو عاسا لو يقانا كفاي لو يقانا طيب مركب عايز علماء كم رنسين دعوذ ما فرضك عين با الروح كسال لغا وربا لغا ربا من سوا فرض كفاية وإذا اخترنا هدان دور النبو بأقل ما قيل وحي الليل كأغير يعني خلاف كاس أقواش أي علماء سوء خلافين ميت كأغير هدين دور النبو وهو فرض كفاية إنه فرض كفاية أي تهيو ضغط كقاركوت هدى السمين انت كلا أي كدح كهدا وانقاذ النبا فمعنى الكفاية تي كفاية ده معنى هذا وحوي أن تتحقق إليه حقيقة وضع الكفاية كافنتي أو الاكتفاء في الأمة أمدى إحدى ذا إن كافتونكي وحصلوا حقيقة بوا معلقة وضع وإن أمدى قيب كفلا أي ستاكت هذه قيب أي ستاكت لكن أين كفلين واجب كي ولي أمدى وسارين كفاية ساسا لقى وضع قيبت يسوتا جيسا وين يهوشا مسؤولية دا يواجبك أي استهجن كرا كنا في لينهين كفاية الاكتفاء قصص قوضا هدينا كف في لين ولي واجبك أمدي انت هذه كلوة سارية إلى ترك في لين يأود كف في لين أي هوشا قش أو كم إذا أمد عيد مركا وهو غير متحقق إن كفلا كفاينا ولم حقيقوا من هذا لا سيما في هذا العصر قارها ولي بس عصر وقت كان هذا أنشوق يا وحنا سو كوبا تشيرين بقى عصر كان هذا أنشوق نو كفاية يوح كفلا تونا دعوذي كما شقينيان ولذلك سيدا درادي دور فإني أميل إلى أن الدعوة والتبليغ فرض عين سيدا دراديد باوحي لوحانو إيلانا يا أنوغو دعوة يددكو دينتا لقارسي إني روح كستو واجب كتاه فرض عين وفرض على كل مسلم روح كستو مسلم واجب كتاه حسب استضاعتي كل بقدرك كريتان كيس وقدرتي أوديس كل بسيدو أودي كري واجب كتاه وفي حدود علمه أقونتي سائي كل بحدد على طريقة بلغوا عني ولو آية حديث كاسوكا بلغوا قارسية عني حقيقة ضدك إيقا قارسية ابن نبي صلى الله عليه وسلم ولو آية هل آيات بها النقطة يعني وحون دينتا كم إذا قارسية ضدك مركة وحولية بمعنى مركة الله في رباهي ده هذا الشرطة
baahida hadda jirta marka la fiiriyo iyo dadka majalka dacwada ka shaqeeyo ku filayn marka la fiiriyo waxa ila quman buuro oo uu iilanaya in ruux kasto muslima hadda jooga laga rabo dacwada adigu baahida un baahad badan laakiin baahidaasi waqtiga nabiga waa jirtay sallallahu alayhi wasallam dagaalo ku dhaxnoola nabiga sallallahu alayhi wasallam adiga waxa raajix u xog badan inay fardu kifaaya ay tahay اللهم حالات في قارك قد بفرض عين قد نماذج تبليغية من القرآن تصاليال قارسين ضدكو دينتا لقارسيي وقرآنك لقصو قادنا يوه يعني قرآنك أيوه بحية تصاليال فربضان وحشب بضان وضد إسو تاقي دينتا فافين تيدا إيهن لقارسيو توحيدك ضدك لقارسيو تصاليال شيبو دور صو قادنا يوه اولا كوغو ري وحوي الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي الله تعالى امر نبيه بالبلاغ امرا مباشرا الله وحو نبيجيسا امري بالبلاغ غارسين انو ددك غارسيو دينته امرا امر بو امر مباشرا او توس اه مصحوبا او للسا ايبيي بامور اخرى ارما كلنا اي لا سقدان نبيجا امر توسا لسي inu dadka diinta gaarsiyo arrimo kale yani wax weyn amariyal kale waa la socdaan arrimo kale way la socdaan tayib faqala markaas rabbi wuxuu yiri tabaaraka ta'ala ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuha ar-rasul rasulu balligh gaarsi ma unzila ilayka wixii lagu soo dajiyay min rabbika xaqqa rabbika laaga soo dajiyay dadka gaarsi وإن لم تفعل هدادا يلين هدادا فلين وصيدا آذان سمينين فما بلغت ما آذان قارسينين رسالته إلهي رسالة ديسي فرينتي ألي وكوسو ديوي دادك ماذا قارسين والله الله يعصمك كائل لنا من الناس دادك كائل لنا دادك اندب كاسو قارو إنه كدلان إنه دادك كدلان إلهي با كائل لنا إن الله ألا لا يهدي مهنون يا القوم قومك الكافرين إيه قال هذا آه نبي قوال ربي صلى الله عليه وسلم لقد وضع لنك دبك دب إيه مشاقه إيه الرفاد إيه والا كل مي لكن وحا لقد وضع مين الدل كرين انت سقور بيسكو ديان لكن إلهي با إلالي طيب تاسوا نبي قوال صلى الله عليه وسلم أوه واتسالها كوبات تسالها اللباد وحوية نموذج كاللباد مؤمن آل ياسين يعني ياسين آل ياسين ري ياسين أما به ياسين مؤمن كوديوة سورة ياسين قصة كتمت بكالي وقصته نكا قصديس مؤمن كاسي معروفة ومن لا يقان في سورة ياسين سورة ياسين دحت ذا كتمت فرغم وجود الرسولين أيضو أي شرط الله والرسول إني تشوغان وتم تعزيزهم بثالث هذا نقول لهم مثل حال لقوحيوكي قصة كهل لدونت لو الرسول بمركي هرى لدري لو دي الرسول مركي أوتاقين واركي بالاقر دقي سموه مثل حال لقوحيوكي قرمت بالاقر دوا دري أيضو صدح للرسول بأيسو أوتاقين لم يثني هذا العدد من الرسل أحد الرجال خصوصا صدح لأيسو تقيت ترى داردن نين كم إذا ضدكي ميشة دقنا ما إيسان ميسان كحلين موسان كاللابين الذين جاءوا من أقصى المدينة دلالة على الجهد والسعي والدأب والمثابرة واستشعار تحمل المسؤولية فإيش هذا الكا وحباك قوال نسكو ما هكاك سنة لكن وحو كوضا تيرادا بدن صدح ذا الرسول ميشة يسوكوتا جاي مديدين نين كم إذا مؤمنه ضدكي كتنا شيء إنه هذا نهوشي السوتاق أو مسؤولية الدريمه أو يعني الدلال إيو صحي إيو صبر إيو أتكيسي إيو استاقه خطرنا أو باريرو سيء أغا قيب قاتو ضدك الدين تقارسين تدين تلقارسين حباك أقو عن هذا الكاس معنا ورغم إعلان حالة الطواري أيضا أول يعني لو إعلاميي حالة الطوارئ حالة دقدقة أمر جنس
ايادو حالد دغدغ لي اعلاميه في المجتمع مجتمع دحديسا ايادو وليبه حالد دغدغ لي اعلاميه او اهلي لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم رسوشي وحي كدهن واحد ودان هداد جوجين ويدان او تكريبتومي ويدان دغخ بان ادين كدلينا عذاب حنون بدن وان ادين تابسينين ايادو امرجنسي غاسي ارينتا دغدغا حالدا دغدغا ايادو لي اعلاميه oo rusushiiba cabsi la galiyay oo in dhagax lagu dilahay khatar ay ugu jiraan ayaa hadana macdalika nin dadkii kamida hawsha ka soo dhaxbooday ayaa jaawu yimid ninkaasi li yaamura an-nasa si uu dadka u amro bitibaa'i al-mursalin kuwa loo soo diray raacitaankooda waqad qassahu allah alla wa qisooda ta'ala kurhaya aleena korken fi hadhihi surati suratan dhaxdu kaga qisooday faqala wuxuu yiri qisadu waa واضرب لهم مثلا وحاد ويشا النبي محمد مثلا مهما هي تصاله وحاد ويشا اصحاب القريه دقمده اصحابته تدكي دقمده دقناوا اذ وقت جاءها ويم دقمدي المرسلون كوي لصودري با ويم رسل با اوتيم الراجحين ايهن رسل الهي صودري طيب اذ وقت ارسلنا اندرني اليهم يجا اثنين لو الرسول با ودرني فكذبوهما لودي الرسول وي بينين وركي وي كقادن واي وي كو غان سيرين فعززنا وحن كو خوجيناي بثالث رسول صدحات بان كو خوجين ميد صدحات با لغا دبا ديره لو خوجي فقالوا وحي لهذين رسول شي صدحدها ان انغو اليكم ايدينك حقينا مرسلون كو لو سو ديربان وردت كن ميشه دغنو tuuladan degmadan dadkan degan oo deegaankano idinkaana loo soo keen diray idinkaan idin soconaa inna ilaykum la mursalun qaaluu haydahaan ma antum idinku ma tihiin illa basharun bini aadan mooyo oo misluna anago kala bini aadan anago kala umbati xana la dheertii oo maxaad suugaysan in la idin soo diro meesha malaa'ig ma loo soo diray inta bini aadan anago kala ma loo soo diray ma malaa'ig la soo diro tayib وما انزل مسودجين بيدن الرحمن الله نحريست بدن من شيء وهو مسودجين وح الهي سودجين ما وجريده ان انتم متهدين ايدنكو الا تكذبون كو بين شيغي موي بين على يلبتي لا يبدك بين ابورني سان بين وجيس وح الهي سودجين ما جرو بني ادم انو كلانتين وحنا لما ديريدن بي كدح قالوا وحي الهي الرسول ربنا ربك يا ربنا ايا يعلم اوك إنا أنغو إليكم إذنك حقنا لمرسلون كوال الله صدر إنانونا كوال الله صدر إنانونا يعني نوع دارا كجرت الله أك ومرخاتك إن الله صدر إذنك نلو سوكين ديري وما علينا كورك نغن ما أهانين إلا البلاغ وقارسين مو يعني ألمو قارسين تي مو يألمو بينو إعادي أنغن حلق النصان وإنا ندسو قارسين أود مرهن إنان توفيق ذي دي موافتشن إن القادتان oo aad ku dhaqantaan oodna aqbashaan awooda malin ilaahay ba iskale anaga xilka nagu waa soo gaarsiin waana sameeyne waa qaalu wixiidaan markoo dadkii loo tagay inna anagu tutayirna waanu baasaysan bikum idinka bas iyo balaayo ya xumaan baanu idinka saadaashanay waa iimaanshiina sooma shart iyo balaayad wadataan markaad nootimaadeen ya dibna galiseen dadkii wax ka horkeenteen buuq baan ugu furteen kanaad samaysan sharba la timade saas daraadeed waan idin baasaysanay tatayirna bik la illam tantahu hadii aidan kareebtoobin waxa aad wadaan tantahu hadaydan joojinin oo idan kareebtoobin waxan aad wadaan lanarjumannakum walla inanu dhagax idin ku dili walla yamassannakum walla inu idin taaban منا حق انغا حالو كا هذا عذاب عذاب اليم او حنوجيا اداد توجين ويدانا دغخنا وا ايدو كديلنا عذاب عقوبه حنون بدلنا وا ايدن مرينين كبح وركاس قالوا وحي الهدين رسوشي طائركم باسكين معكم لجيرنكي نو وروحان باسكنا ليدين وا ايدن باسيسن باس ايدنكو ايدن لجيرا افعاشينا دغنكينا ايا كينيا باسكنا اخرينيسا abaara idin ku dhacday cudur idin ku dhacay balaay idin ku dhacday idinka keensanay waa dambigaad galeysaan anagu wax lama naaymaan xumaan lama naaymaan tayib
أئن ذكرتم ما إن ليدين وانيي درتد أيا نوباس ستين واحد أئن ذكرتم ما إن ليدين وانيي درتد بعد نوباس سنس يعني ما واحد لب نقضي أو باسيس نقضي وإن الشر نجس هذا شذان كيرني إن الوحيدين شغلون إذا وادين يوم مثل حد إذا شغل ما ينتهز بل إسكبر دافع أنتم إذا قوم باتين قوم مسرفون وحد قدبي ذات حد قدب ولات أنت مرك الله إسلام مري أيام مرك واقع قصة ماشوا كوضع صدح رسول بمشي تشوجع أو السد بتاعن ذات كم هو شيء قدود أيك يوت dadkii meesha deganaa ee deegaanka degala ayaa inahaasi dhex marayaan markaas waxa yimid arintii waxa ku soo biiray ninkan wajaa waxay min aqsa madinati magaaladii la deganaa meesheeda ugu shishaysa waxa ka yimid rajulun nimba ka yimid ninkaas oo yasca rooray urdahay degdegay qala markaas wuxuu riya qowmi tolkayo اتبعوا الراعى المرسلين كون ليدين صدر الراعى يا وركون ليدين صدر سدح ذن رسول الله صدر الراعى وركوا ذي يلا ورمي اتبعوا واحد راع ذن من لا يسألكم عد أن إذن ويدي سنين أجرا واحد أجورا حبا إذن كمر ربان والحال هم يجوا مهتدون كوهنون صن أيهم ويهنون سنين شدك السحظة بهيان وناك بيدين كويرية وحنا إذن كمان ربان والراع ساسوي معنا يعني وحدنا إذن كمضنا يسنا يوم لبكاء أي مريان يجودك أي مريان وحبا إذن كمان ربان وحبا إذن كمان قادنا يان أجورا من ربان حدنا وحي أقوقا لسنا وحلا سسية بيدين سينا يان ما حيث هاي وهداية هداية وقالي مرك الشيء قالك هداية أها iyagoon idin ka gadin iyo bilaash idin ku siinaya wax qaali oo bilaash idin ku siinaya maxaa u diideysan way marka warusha raaca saasule tayib wama li yamhaaysa isaga marka dib isugu noqday wuxuu sharxaya asaga rususha inuu rumeyo oo xaq qaato wixii ku kalif wama li yamhaaysu gnaaday oo la aabudu aanan u caabudeynin الذي الله فطرني أبو رس بالله وإليه حقي سترجعون الذين علين دون إن أن ألا كيلي عابد وقر حي لي إساقا يا أبو رس بالله أبو رس تيدي إساقا بالله مركا لباد ويا مركا انتنا إساقا لي علينية الله كيلي إنا عابد وقر مركا ساسوي معنا طيب محانو عابد إنو يا الله سيداس طيب أأتخذ ميان سميستا من دونه ألك سكو آلهة كوى العابدو ما كوى العابدو إلهي الله قد اكتان ألك سكو سميستا إلهي دا سو إن يريد هدو دونو الرحمن الله نحريست بضني بضر لب هدو إلى الدونو إن يريدني هدو إلى الدونو الرحمن الله نحريست بضني بضر لب هدو إلى الدونو لا تغني أوحبئي كتركرين لا تغني أن ديقي كرين عني أنيق حقيقة شفاعتهم إرقذوذ شيئا وحبا إن إيتري كرين ولا ينقذون وحنا أنبت بادين كرين يعني وحن آذهي ستاني إلهي ذني وحن آذهي ساني ألك سكو وحما تري كران مرك مقواسان إلهي ذنك لدك تاوي وحبا أن قبان كرين هدو ألا ديب إلى الربو إيقو إنك وحي تران إسكب داي إرقذ أي إلهي إيقى إرقيانو إله الله حتى وحبا تري ميسو لغا يلي ماي لغا حميل يالي قيد ميل يالي هي قبري هي آدمي أيا إلهي بكو إرقين عابد واروحان ما إرقين كران ساسو معنا إرقذ إلهي بإسكال قل لله شفاعة جميعا إرقذ إلهي بإسكال شفاعة إلهي بإسكال سيانا بحية إدقى عن تأيوكو ترتملا مارك شفاعة دو حبا إيما طريقات ولا ينقذون إيمان بدبادين كران مر هذين وحبا يتري كرين أهم حاجة يقول لقينا ما يقواس أن إلهي كدكتا أنا يقول إلهي أبو ريوك أنت يقول هاي يدلي يون أنه قني هايستا ما حاوحا كدون يوال طيب إني أنه إذن مركا كوا هذين إلهي كدكتاوي لفي الضلال بعد دحدت بانكسوك نهي مبينين وعد إني أنه آمنت ورمي
بربكم ربكين بان رمي إيه فاسمعوني دغيست وركا صوت الضوبة أنو ربكي إذن أبورتي إذن مامولي إذن له أيان رمي وركا دغيست قيل وحالي لي مركا ادخل قل الجنة جنة قلبا لي نينك مؤمن كاي إساء أدد علي إيه قوم كي سكوري من إيه حق أبان دغي إيه خطرتك علي إلهي وحو أقواب القذي قيل وحل قولي ادخل قل الجنة جنة قل شنة دي بلقي ميال الدلي مسكرد انتي أدو شنة دي بلقي قال مركز أوحي شنة دي وقال لي شنة دي مركز يا ليت شليت يا ليت شليت يا ليت قومي قوم كيغ شليت دي سي قوم كيغ وانو شليتون يا يعلمون يا ليت قومي يعلمون يا ليت شليت قومي قوم كيغو يعلمون ما يؤغادان بما غفر لي ربي رافد إلهي إغافي دنبي وجعلني يليد ويغيالي من المكرمين كو الله ما موسى لكرامي إلهي سيدو إي كرامي إي سيدو إيقود من دافي يا واش الله يتم قوم كيغو أغادا هدي أغان لهايين كرامين تلي كرامي سيدا اللي يقود من دافي سيدا إلهي إيمه ما موسى سيدا ويشرفي يا الله سيدا أهاي وحبيك بدل الله ينمي أرنك أغادان بولي نكا سوا نحوك وضا وداعي ددكي سيكسو نحبحي إيادا وليب الرسوشي أي تشوغا سدح رسول أي ماشي تشوغا أيو ماشي وحس عدا انتو أدكيسان وايبو قوم كي سيكسو نحبح مركاسو رسوشي اسكرب تاي كال سدحادي وحوي ثالثا تصالها سدحادي وحوي مؤمن آل فرعون فرعون آل كيسي مؤمن كي إساقنا يعني وحوي كمد كهوا وهي أيضنا قصة ومعروفة لا يقانو في سورة غافر ولا يخفى مقرصون على أحد عدنك مقرصون ما كان يفعله فرعون فرعون وحي أسمين شري بالناس ذاتك أكسمين شري أو من تقتيل للأطفال عرورت الله لا يأ واستحياء للنساء دمرك لديستاء دمرك أوه للريبتو لديستو لوشقستو طيب لقدك تدد يعني وحوي تشاري يضي أديك يا لقدك الله وحوه كشي أرنتها سورة القصص وآيات كسوقات إن فرعون على في الأرض والليل إن فرعون فرعون على وصرمري في الأرض للك دحدي سوق صرمري وجعل وحوه كدق أهلها للك ضدك كنول شيعا قيبو كدق يعني كوحو يستضعف وضعيف سنية أما حال ضعيف سنية طائفة كوح ومنهم أيها كمذا تذكرونك كنور قيب كمذا وضعيف سنية وقميستي أوليتي محال قوضا يذبح وقورحيا أبناءهم ويلشود ويستحي ودي سنية نساءهم دمر كوضا ونولي سنية ودي سنية إنه إسو كان وحو أها فرعون من المفسدين كوالك فسادية ميت كمذا ريبن إسرائيل ويقوه كوحده او غوميستاي او يعني او ديبايو عرورتو ويلشان كلين جيري دومر كانا كو شقيسان جيري ري بني اسرائيل وان. طيب قال تعالى الله وحي لمرك في سوره غافر يحكي قصه هذا المؤمن اسغو شيغيا مؤمن كا قصديس في ظل هذه الاجواء الفرعونيه والجبروت الطاغي يعني محو فرعون ايو قصبدي سفراه بني يا طاغوتي يديس حد قدب كيسي أساقو هوست جوغا أو كو هوست نول أيا هدانا ننكاسي أيو سيدان أو إستاقي الله وحبه تبارك وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله مركي النبي موسى أتقي عليه السلام أو دين تقارسي أيا فرعون وحبه دروني أقتل موسى وليدعو ربه وحدها هي فرعون بارنس فرعون بارو حوليه هاي إداية عن موسى الدليل موسى إنك أنك تخلص نين كان في النوضة تدكي بسكوهر كانك خلاف أبورها هي إلهي يدي وحي لعبد تشيرو لده قال لهم هي نين كان في النوضة أنك تخلص مركي أي نقطي فرعون إيو قولياشي سي تلدو إنه كا هلان فرعون موسى الدليل أيها مركا نينكا مؤمن أها وفرعون خير كيسي قويس كيسي كرشي قبطي أها
قبط هاي فرعون إركو كسو جيدي سيداق سياق القرآن كمو قدنا قولها لغت تشاني إيه ديل كموسى لغت تشاني إنو فرديبا كمو قد وقوله سرى دولة دلغة معمولة يوه هو إسقرينه يمرك مؤمن بوها لكن هو إسقرينه مرك أرنتو قاعد موسى لديليا أيو مرك إسهين واي أرنتو ميال عليسي قاعد وإسعيني واي مرك مركاسو أرنتو باللاوي وقال الرجل نين وحوي لمؤمن أو مؤمنة نين مؤمنة وحوي لو من آل فرعون فرعون آل كيسا كمد فرعون رير كيسا كمد وقبط أوي نين كاسو يكتب قرسنة إيمانه إيمان كيسا قرسنة يي ضدكو سجد حشري وقبطيين تكو حشري إيمان كيسا وقرسنة وحوي لأتقتلون ما وحد ليسان رجلا من نين بعد ليسان نبي موسوكو هذا أن يقول إنه يردرت إدمي أدو ليسان ربي يا ربي غي الله الله واحد ورموحة دنبي وقرد ليسان أدو ليسان كلي إنه يرد ربي غي والله ألاك كليا عابودة إله كلاو كسو كيانا مر ميسي من تاسد كدو ليسان ودنبي كلا إدانو هيني طيب والحال وقد جاءكم إسوغو إذن ليمد بالبينات حجوين كي عد عدام ربكم حق الربي إذن كليمد أسوغو حجوين عد عدو اللغوقا حق الربي إذن كليمد مياد أبا القدو قد لقيسان إنا دشانوا وإن يكو هدو يهي كاذبا مد بين شيغي فعليه كركي سو إيو أهذا كذبه بنتيس ورهدو بين شيغي هيانا بنتيس إساق يكون نقوني إساق يكور صارنتا وإن يكو هدو يهي صادقا مدهون شيغينا يصيبكم وحا إذن أصيبي دونا بعض الذي كي قار كي يعدكم وإذن يبو هايو وحن او شيغي وإذن إيماني ليه إذن يبو هايو عذابك قار كم إذن كود حدونا هذا رنتيتا إن الله ألا لا يهدي مهنون يمن عد هو إساقو مصرف مد حد قد بياء كذاب أو بين بضا هدو بينا لي كذابي هاي لهنون ماي إذن كبين عليالي كذابين هداتهين الله إذن هنونين ماي وشددوا وحويان ورنين كان هدلين ورنين قدائل ورهدوا بين علي هين ميل قاري ماي حدو الرون شيغة هيو الدشان عذابك أو شيغة يوحكم إذا إذن كل عدون فرحك قادة طيب يا قومي تلك يو لكم وحايدين سنة الملك بقرتو يدي اليوم مانت ظاهرين حالتين كوصرية في الأرض دولك دحديس ما أنت أود إذنك عايز دولك إذنك أوصرية إذنك كتلية طيب فمن ينصرنا يا نوهيلين من بأس الله إلهي بأس كيسي عذاب كيسي يا نوهيلين إن جاءنا هدو نويمات ورما أنت دولك إنك هايسنة واكا والدن دولدي بينو هايسنة مصر ورما بينو كتلنا أودني نو هايسنة حديث سيدا أونين كاسي شيغا يو إله عذاب كيسي باس كيسي ونغوي ما دياي نوهي لنك روا معد با الله ينقع لنك واما يو ورنما يو كداي ورها ديلنا ورها تشوغا ساسولي قال فرعون فرعون وحير فرعون مركو أركنين كانوا ضدكي لها اللي ووحو الشيغ وقابكي فرعون وحوه دي قاب كجد دي سنعرين تقول لي وموسد الكيسة كد دي مركو أركي ayu fir'aan marka maraha dhumariya dhigti wa is soo taage marka ninkii boo marka arintiisii iyo arintu soo jeediyay ayuu doonayaa inuu ka dabaxtamo oo wax ka bedelo qala fir'aanu fir'aanu wuxuu yiri ma uriikum idin ma tusayo illa ma ara waxan arkamooyee wardad iyo dhigist waxan idin sheegayaan idin tusayo waa wixii ila quman ma inaan idin khayaamay وما أهديكم إذن من هنونين أيو إلا سبيل الرشاد توصنان تشيد كيدي موية ميلك لإذن كما هنونين أيو وروحان إذن كو هكايا وان إذن كو ودا توصن إذا إيه هكاك سنان تشيد كيدي وان إذن كو ودا كو وامد اللباد وحنان إذن شيغي ووحي إلا قمان ها وان أكتهينو هدى وحوي أنا أضي إذن ها وحي إلا قمان وإلا الصحسن ووحان إذن شيغي شيتكي توصنانو طيب وحاكوصو النقضي وركا ننكي مؤمن آل فرعونها وقال وحولي الذي متكي آمن الرميي مؤمنكي وحولي يا قومي تلك يوم إني أنوغ أخاف وأنبقي عليكم كركين مثل يوم الأحزاب
isbahaysatada maalinkeedii oo kalaan idinka baqayaa wa maalin lamida maalinki isbahaysatada ku dhacday isbahaysatadii waa ka isaga sii sheegay mithla da'bi qawmi nuuh nuuh qawmkiisi caadadii lagu la dhaqmay oo kalaan idinka baqay wa aadin iyo aad wa thamud iyo thamud iyo waladina kuwa min baadhim ayaga ka dambeeyay ahzaabta kuwa wa ahzaabta wuxuu ka wadaa ummadihii inaga horeeyay sidii ilaahay kula dhaqmay iyo caadadii uu kula dhaqmay tii iyo maalintii maalintoodii oo kale lagu halaagay taasoo kalaan idinka baqay saas wey macna war sidan haddaad ku socotaan ummadaha idinka horeeyay oo sidan maray oo rusushii ka hor yimid oo kutubta ilaahay ka hor yimid natiijaday ku dambeeyeenna maalin baa ilaahay halaagay maalinkii oo kalaan idinka baqaya waxaan idinka baqayaa nuux iyo caad nuux qowmkiisii iyo reecaad iyo thamuud iyo kuwii ka dambeeyeyba caadadii ilaahay kula dhaqmay mid la mida inuu idinkula dhaqmo ayib wuxuu ahaa ninkaasi nin khabiira oo taariikhda iyo sunanka rabbaaniga aada uga warhayuu ahaa sida ilaahay ummadaha ula dhaqmo iyo ummadihii hore wixii la mariyey waxay ku dambeeyeen nin warkeeda hayuu ahaa wama allahu alla muusan ahaanin yuriidu mid doonayo dulman dulmid lilcibaadi addoommada la dulmiyo alle addoommada dulmi lama rabo inay iyagu isdulmiyaanna ma rabo isaguna ilaahay ma dulminayo oo naftiisa dulmi waa ka xarimay wayaa qowmi tolkayow innii anigu akhaafu waxaan baqayaa calaykum korkiinna waxaan idinka baqi yowma tanaadi maalinta isu yeedhiyeedhid waa maalinta qiyaamada oo laysu dhadhawaaqi doono soo ma yaa isu dhawaaqaya suuratu waxaa lagu sheegay alcaraaf wanaadaa asxaabu aljannati asxaaba annaar wanaadaa asxaabu annaari asxaaba aljanna naadaa asxaabu alcaraaf iyagana caraftu adugu wax waaye meeshaas maalinta qiyaamada marka la tagaa laysu dhadhawaaqaya yowma tanaad waa maalintaa wa ayib ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم مالٍ بان إذن كبقي تولون آتشيدي نيسان تولون آتشيد سنيسان مدبرين حالة آتينكو ودب آتشيديني ما لكم حالو سن إذن سقنان من الله ألا حقيس من عاصم مدئن إذن إلالية مالك عرض بد ما قيسان فكشاد ما قيسان لكن حقيقه فكنس ومالين آتشيد سنيسان ودب آتشيدي نيسان لكن مالكاسي وحيد الى ليا وحق الله اذن كا الى ليا مجر عذاب الهي عرديسا وحيد كا قبن كرا ام اذن كا الى لين كرا مجر ومن يضلل الله الروح الا لميو فما له امسغنان من هاد من هنونيه هذه الهي كل كلميو او ان لنت كو قرو وح كو هنونين كرا مجر طيب وحي لي مركا فرغم وجود نبي من الانبياء يدو اي جيرتو نبي أنبيدي كم إذا إسقوا تشوغه أيا كلفه الله ألا وحكو كلف بالتبليغ قارسين فإن هذا المؤمن مؤمن كني أوجب على نفسه هذه المهمة وحو نفتي سكو واجبي مهمة داسية مسؤولية دا وانتفض مدافعا عن سيدنا موسى مركب وحو أكعي وبورك إسقا تشفي إنو الدفاع نبي موسى عليه السلام مستنكرا إقدامهم إسقوا إنكريا كتل لابسك أي قوم كيسي كتل لابسنا يعني على قتله دلتان كيس ليرشد أي كتل لرنيا يتل لابسك أي كتل لابسنا رمان إنه دلال أرين تاسو كوري بالمعنى طيب مركوا تصال يا شاس صدح دابو كان مدوا النبي صلى الله عليه وسلم من نوا مؤمن آل ياسين مدينة ومؤمن آل فرعون يعني واتوساليال محوها كتوسيا أيغو رسوشي تشوغا قارنا ورسوشي با قارنا أيغو رسوشي با تشوغا بيوحي يسو تاغين دعوة إيا الدين تا إني فيديا كل هذه نماذج قرآنية وغيرها كثير كواس دمان تيد واتوساليال قرآن كتل مامي إيادا إنا نهين وابدانت إنا نيادا هين وابدانا وقوة كلاان تؤكد وحي حوشينيسا وجوب الدعوة دعوة واجب نمدد حتى مع وجود الأنبياء والمرسلين حتى يقول رسوشي يا النبي دي أي تشوغان دعوة إني واجب
فما بالك بعد ذهاب الرسل محاو مالين إذا مركا رسوشي مركا تكتكدي مركا واحد رسول باب الجوكتي بإله حيل صوصار حدا رسول الجوكين كور. طيب وبقاء الدعاة والمصلحين كلية أي جوكان ضدو حقاتي يدعاة بس باقي وجوكين رسول هذا ما جوكان حلكي مركا وحلو ريقي دعاة يضدك مصلحين تأي أمدنا لوليكت لا شك وحان شك كتيرين أن الأمر أوجب أرنكو إنو كواتش بن مبادية والمسؤولية أكبر والمسؤولية أكبر مسؤولية دون إني إنت كوينت إنتي هورا إني كوينت بمعنى حلقا رسوش وشوكتي هديب الدعاء دين تأشوتا يلي هلي حد رسول أين تشوكين أرنتو ويكسي درنت هذا يكسي حلوستا معنى مسؤولية دون كوينت كان واجب بن. طيب وإذا كان للعمل والتطبيق دوائر ذكرناها سابقا هدي كرنقن كدينت يفولين تيرو دوائر آنو سو شيغني غدا دائران سو شيغني دور دائران سو شيغني سو ماهي دائرة الفردي دائرة الأسرة دائرة المجتمع دائرة عالمية سو مينا سو شيغني هدي كرنقن كدينت آن دوائر وريقيال كالكورية آنو سو شيغني فإن للتبليغ أيضا دوائر قارسين تدد كدينت لقارسي يضن وحيلة دهي وريقيال كالكورية. طيب لا تخرج عما ذكرنا في التطبيق كما بحثنا تي انكو سو شيغناي كودقنك دوائر تي انكو سو شيغناي كودقنك اسلا ايدي اون واي او مخو اهي. طيب او بمعنى وحويان كودقنك دينتا ماركا هدي كبلاابنيسه فردي هل روح قويسكا مجتمعا كديبنا عالمك سيدو كلا وخا لميده غارسينتا يا دعوده دعوة وحي كبلابان فردي مركور إنو سوتاغو قويسكو إنو سوتاغو مجتمعو إنو سوتاغو على مستوى عالم كورنو إنو سوتاغو صاصي معنا تدك أهل الإيمان كإنو سوتاغان غير أننا وحول هنا نقول وحان رهي ناويل إن دوائر التبليغ قارسين توريقيال كيدو تشمل وحي كولانسان إساء الأسرة قويسكو كولانسان إساء وقويسكو إنو نقضو قويس دينة إلهي فافين أيه ضدك دينة أوي يري والأقارب إيوه ضدك حكتدا يعني أما وحول لغوضة إن آد دعوة قارسيسو قويس كاك والأقارب إيوه قرابوين حكتدا هذا ضدك قرابوضة والجيران درسك والمجتمع بلشدة والدولة دولدة حتى مضحضة دولدة والأمة كلها أمة مسلم كأردم والإنسانية جمعاء إنسان كي آدمه أردم بمركا سيداوه بمعنى بمعنى يعني وإن دعوه أي سأفت أو يعني وحي مركا يعني نقول مثلا قويسك هو هاي قرابة هذا وأندير عشيرتك الأقربين جريسك هذا مجتمعات كل حنوشة هاي دولة داسية هذا سجوكتو كدي ابن واحد وجد بيسا أمدي مسلم كهيد كدي ابن عالم كورن إنسان كورن ماله كوي ما دبا سيدا سويا مركا وشدد ولا يحويان يقصدكو مرحلة وجدهم بيسا يقاعدة وجدهم القرآن كله ولا نقمه قرآن كما دام وإنا فري خيرية أمدنا للجليه وإنا دعوة قادو حمبارت أو أمد جارسيسو وحلاج مارمانا مسؤولية دائما قال وريمان إنه كل شيء مسؤولية داسي رقية ضمر بين أوتالو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رقية ضمر با وناقا وافران حمان تنوار ريبا مركا دعوة دا ودتك خير كإن لك قارسيو حمان تلقى ريبا اسلوب وناكسن لاستعماله أخلاق دا وناكسن لك قارسيو توحيد كلا قارسيو شرك كاللو قدقو بدعاء اللوجة ديجو أخلاق لحن اللوجة ديجو يعني وحوي آخر ضوضي مستقبل كود الله جاتشيو لون نصيحيو وحوي واقيب وين الدين تينا كمل بل وحي نصوت الماني وامد إلهي كو إلى ليو مجتمع مسلم كا يروح مسلم كا هدي أنا لقى جابيو لقى تقوم حد عيا دمبيه دي بافافي حمانتي وبنانك وصباحيس فسقي يا فجور كبا باهية فسقي يا فجور كاسي مركو باهنا
oo banaanka loola soo baxana cuquubada ilaah baa markaa iimaaneysa ama cudurraha noqoto ama abaaraha noqoto ama musiibo kale guud ha noqoto ama dhulgariir dhaca ha noqdo ama cadaab si kale u yimaada ha noqdo ama ummaddu inta la qaybiyo qabiil qabiil iyo koox koox la isugu diro birta iska asasha ha noqoto cadaabka ilaahay markaa waa diyaar cadaabku markuu yimaadana yaa ninna baajin maayo yacumu saalixa waaltaalixa kii xumaa ee dembiga ku jiray iyo kii la joogay ka aamusay kulli waa wada gaadhaya wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa kuwa dembiga galay keliya khaas ku noqon maayo waa idin wada gaadhi kadibna musiibadaasi markay idinku habsato aakharo nin walba niyadiisii iyo camalkiisaa lagu soo saaray laakiin adduunka waa sunno ilaahay waay marka balaaya intayna idinku habsan iska gaadho dadkan oo doonta duleelinaya gacmaha qabta dadkan nolosha fasaadinaya ilaahay cuquubadii sabab inoogu noqonaya gacmaha qabta waa tan inagu dhacday way haddaan soomaalina waxa inagu habsaday waa untaas waa yaa kuwa fasaad ku kacay ilaah inkir baa la bilaabay ilxaad baa la bilaabay yacni waxa muxuu ahaayey muxuu ahaay hanti wadaag iyo shuuciyo iyo ilaahay in la maagaa la bilaabay qur-aankii rabbi tabaaraka watacaala in lagu jeesjeesaa la bilaabay culimmadii in la laayaa timid diinti iyo dacwadii iyo khayrkii in laga hor yimaadaa timid bulshadii dowladdii iyo qaybo la socdaa markay qaababkaa sameeyeen in badan oo yacni wax samayn kartayna waa u aamusta khalaas markaa maxaa yimid allah tabaaraka watacaala jacala ba'sana baynanaa waa isku kaana diray marka markii la isku diro birta la yska aslayna kabtaydii maaragtay baa ka dhacday ila kala fiig soo maarat ilaa iyo maanta wataa ina daba taaga qaar badda ku dhinta qaar saxaraha yeydu ku cunto qaar muxuu ahaay xabsiyada ku jira qaar meelo kale ku dullaysan muxuu ahaay wahaa kadaa aafadii bilaabatay sidaasay marka ku timi laakiin in badanoo dadka ka midi yaani walilasaf ma fahansana dhibku xaggee inaga qabsaday soomaalida waxay yidhaahdaan doqoni qufacday meel laga gaadhayna ma oga doqontu hadday qufacdo ma harga baa haya ma tiibii baa haysa ma qabow baa ku dhacay limoniya miyaa haysa waaba doqonba garan mayso inay qufacayso basay garanaysa sooma inay qufacayso bas marka dhib inuu dhacay la garay laakiin dhibkani xaggee buu ka yimid iyo maxaa sabab u ah yaa dadka intooda badan kuma baraarugsana dariiqu muxuu yahay dariiqu wuxuu yahay waa in lasoo noqdo umadda la baraarujiyo diinta loo saxo khaladaadka laga saxo ducaad la helo yaa rag iyo dumarba leh ummadda jidkii saxdaa ku soo celiya ilaahaydii ku xidha khaladaadka ka saxda sidaasaa waxaa ku soo noqon kara karaamadii ku soo noqon karta midnimadii cizigii awooddii khayrkii saasuu ku soo barwaaqadii saasay ummaddu dib ugu degi kartaa insha allahu tacaala intaasaa darsigii ku eg yahay hada wabillahi towfiiq صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم